أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فتح باب الترشح لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة لعام 2022 في نسختها المحلية 15 ونسختها العربية 6. هذا وسوف يعلن عن الفائزين بالجائزة خلال شهر مارس 2022 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وبهذه المناسبة أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بدعم ورعاية قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتشجيع سموها الأسر المنتجة البحرينية والعربية، والذي من شأنه أن يحفز الأسر وأفرادها لتتمكن من الاستمرارية والمساهمة في إيجاد حياة اقتصادية واجتماعية كريمة لأفرادها، مشيرا في هذا السياق إلى أن الجائزة تعتبر من المبادرات الوطنية المهمة لتعزيز مكانة المرأة في مجال العمل نحو تحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية والعربية المستدامة. هذا وتدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة البحرينية والعربية للتقدم والترشح للجائزة من خلال التسجيل في الاستمارة الإلكترونية المستحدثة في موقع الوزارة الإلكتروني ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل ولغاية 20 من فبراير 2022.